السورة الفاتحة والكلمات الطيبة وغيرها من الأعمال الصالحة وقراءة الأحاديث النبوية هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا المعلمين وذوي الحقوق علينا ومن أصان وأصان بالدعاء خصوصا إلى من كان هذا المجلس لأجله ولسببه رأس الرباني من كبسير نووي وأصوله وفروعه وأتباعه ومريديه ومتخرجيه ومحبيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النار. اللهم اجعل ذلك فداءه من النار وإتقى من النار وفكاكا من النار وحجابا من النار وسترا من النار ونجاة من النار وبراءة من النار وأمانا من النار. اللهم إنا رسول أتاك وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فارحمه ولا تعذبه إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kami lakukan tugas tuntas Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Semoga